بإذن الله هذا البرلمان يعني بقدر ما كنا نقول إن في الماضي المرحلة مهمة، لكن المرحلة القادمة هي أكبر خطورة وأكثر أهمية، فبالتالي يجب علينا اليوم استعادة برلماننا في أسرع وقت ممكن، وأن لا يتسلل اليأس إلى قلوبنا. أول شيء مبروك الترشح. الله يجزاك خير. يتهمك البعض، وأنا ودي توضح في هذه النقطة، بأنك معارض وبرتغالي أثناء الانتخابات ورمادي في فترة العضوية. حقيقة هذا الأمر للتوضيح. أول شيء يعني أنت صحفي افترض تتابع مواقف النواب والمرشحين. أنا متابع طال عمرك. ومسيرتنا البرلمانية كانت محددة، وشعارنا اللي رفعناه هو انحيازنا الدائم للشعب ومواقفه، فلا يمكن بأي حال من الأنحاء يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبتعد عن المطالب الشعبية. فمن يومنا الأول في مسيرتنا البرلمانية كان انحيازنا واضح للشعب، فعمر ما انحزنا أو تلوننا أو كانت ألواننا مثل ما تقول. لا لم يتهمك أحد بعدم الانحياز للشعب، اما في المواقف الرماديه انما لا تظهر للاعلام ولا لا تتخذ يعني مواقف صداميه مع الحكوميه، لكن مواقفنا في العلن هي ذاتها في السر، وهذا ما حددته مسيرتنا البرلمانيه.